باريس السيد ناصر زوير رئيس قسم العلاقات الخارجية وشؤون الشرق الأوسط في المنظمة الأوروبية السياسات الاقتصادية والدبلوماسية، ومن القاهرة الدكتور هاني جنينة الخبير الاقتصادي والمحاضر بالجامعة الأمريكية. مساء الخير يا سادة، وأبدأ من السيد ناصر زوير من باريس. إذا الوضع بعد 100 يوم، حدثني عن الوضع الاقتصادي، هل نحن مقبلون على استمرار لهذه الأزمة؟ مساء الخير استاذ رميس، تحياتي لك وللمشاهدين والضيف الكريم. يعني الان بعد هذه الاشهر من الازمه و100 يوم، اعتقد بانه نحن لازلنا في وسط الازمه وفي تصاعد الازمه الاقتصاديه. هناك محاولات لاحتواء هذه الازمه، ولكن على ما يبدو بان تغيير الاستراتيجيات سيتطلب تكاليف كبيره على الاقتصاد، سواء كان الاقتصاد الاوروبي او الاقتصاد العالمي بشكل عام. يعني كما تحدثتم قبل لحظات بان هناك زيادة تكلفة على سبيل المثال في واردات القمح، سواء كانت من الهند أو من دول أخرى غير أوكرانيا وروسيا. أيضا هناك تضخم عالمي كبير جدا يحدث، لأنه الآن لدينا أزمة طاقة، عفوا لدينا أزمة غذاء عالمية، ولدينا أيضا أزمة سلاسل توريد، يعني بمعنى ارتفاع التكلفة سواء في التصنيع سواء ما يتعلق في الضبابية الاقتصادية. كل هذا ينعكس على الاقتصاد العالمي. هل وصلنا الى الذروه، يعني الى ذروه الاقتصاد او ذروه الازمه ثم سنبدا بالهبوط؟ اعتقد لازلنا في اطار الحد التصاعدي. يعني يمكن اذا ما توقف وقف اطلاق النار او اذا ما توقفت العمليات العسكريه ان نبدا بالهبوط نوعا ما نحو تصحيح مسار الاقتصاد العالمي، ولكن المشكله بانه الان هناك تغيير في استراتيجيات الاقتصاد، بمعنى ان اوروبا اوقفت النفط الروسي، ستستورد من دول اخرى منها دول عربية منها دول أخرى في أمريكا الجنوبية الولايات المتحدة، وروسيا ستصدر إلى الصين والهند وتبدل. هناك تبديل في سوق الطاقة، هذا ينعكس على الاقتصاد. أيضا فيما يتعلق في أمن الغذاء العالمي، هناك دول وأعتقد مصر من ضمنها ستغير استراتيجياتها في الاستيراد، وستبدأ أيضا بالاعتماد على مبدأ المخزون الاستراتيجي، وهذا أيضا سيتطلب تكلفة أكبر.